حياكم الله أينما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي ياتيكم من قناة الرافدين. قالت اللجنة المالية النيابية إن حذف مخصصات الخطورة ونحوها من الأمور التي لم تعد مبرراتها قائمة سيوفر فائضا في الميزانية، لا سيما مخصصات الخطورة للموظفين في المنطقة الخضراء. وبينت اللجنة أن الهدف من تعديل سلم الرواتب هو معالجة الفروقات، فبعض الدوائر وصلت فروقاتها إلى 450%، فيكون الراتب عاليا مقارنة برواتب وزارة مثل التخطيط والعلوم والتكنولوجيا التي تعد رواتبها قليلة، مشيرين إلى أن إلغاء الامتيازات الممنوحة في الفترة السابقة سيضيف 1,800,000,000,000 دينار إلى الموازنة. نفت وزارة مالية كردستان العراق الادعاء الذي قدمه نواب في بغداد أن وفد حكومة أربيل قدم أرقاماً كاذبة عن الإيرادات المحلية لكردستان العراق. وقالت الوزارة إنه كانت هناك علاقة صحية ومستمرة بين مكتب الرقابة المالية في حكومة بغداد ومكتب الرقابة المالية لحكومة كردستان العراق منذ ما يقرب من عامين، وكانت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني قد قالت إن قانون الموازنة الاتحادية للعام 2023 يتضمن التزامات متبادلة من قبل حكومة بغداد وحكومة كردستان العراق. وصف وزير التجارة أثير داود الغريري حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية بأنه لم يصل إلى مستوى يلبي طموح البلدين. وقال الوزير الغريري خلال لقائه الملحق التجاري السعودي ببغداد إن حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية دون المستوى، مشيرا إلى ضرورة زيادة مستواه على المدى القريب للاستفادة من تجربة السعودية في تنمية وتطوير الاقتصاد العراقي على مختلف الأصعدة، بالإضافة إلى دعم القطاع الخاص بإيجاد شراكات حقيقية مع نظرائهم في مشاريع استثمارية واعدة. خفضت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية التصنيف الائتماني طويل الأجل بالليرة اللبنانية من مستوى سيسي إلى مستوى حالة التخلف عن الدفع المقيدة RD. كما خفضت فيتش التصنيف الائتماني قصير الأجل بالليرة اللبنانية من مستوى سيسي إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة RD أيضا. هذا وحافظت الوكالة على التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعمولات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيد. واصلت أسعار القمح صعودها بعد أن استخدمت أوكرانيا طائرات مسيرة لتعطيل ناقلة نفط روسية وسفينة بحرية، ما يهدد طريق تصدير رئيسي للسلع الروسية عبر البحر الأسود. وصعدت اليوم عقود القمح الآجلة في شيكاغو 3.4% لتصل إلى 6.54 دولار للبوشل بعد أن أغلقت هذه العقود عند 6.35 دولار في وقت سابق، ويساوي البوشل 27 كيلوغراما و200 غرام، وهو وحدة قياس بريطانية. ويشعر المتداولون بالقلق من نقص الإمدادات بعد انسحاب روسيا من اتفاقية بتصدير الحبوب من أوكرانيا بداية شهر تموز. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.